نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الرد على المنحرفين مقتصر على العلماء أم لطلاب العلم أن يبينوا ويردوا بما فتح الله عليهم وبنقل كلام أهل العلم في ذلك؟ لا لا، ما يرد إلا العلماء، العلماء اللي يعرفون كيف يردون وكيف أما المتعلم وطالب العلم فلا يرد، لأنه ما وصل إلى هذه المرحلة، وربما يقع في خطأ أكبر من المردود عليه، ربما وقع في خطأ أكبر من خطأ المردود عليه. نعم.